من واشنطن الكاتب الصحفي محمد البديوي، وهو المختص في الشأن الأمريكي بطبيعة الحال. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. يا سلام، أنت هادي جدا والله، خلتني هديت أنا كمان والتقطت أنفاسي. أستاذ محمد، كيف ترى هذا الحادث الذي وصفه جو بايدن، أو كيف تراه الصحافة الأمريكية، كيف يراه الرأي العام الأمريكي، كيف يراه الإعلام الأمريكي، وهو العمل الذي وصفه بايدن بأنه عمل كراهية مروع؟ منذ اللحظة الأولى للحادث قامت وسائل الإعلام بالإشارة إلى أن الحادث إنما هو ضد المسلمين، وقامت الشرطة بالتأكيد أن هذا الشخص قام بقتل الطفل وطعن أمه لأنهما مسلمين، وهاجمهما وردد كلمات تثبت ذلك. تم القبض عليه ولا زالت الإجراءات، طبعا هناك إدانات من مختلف الهيئات، وهناك تمت مراسم الدفن منذ قليل في الساعة الواحدة بتوقيت العاصمة الأمريكية. هل أخذ هذا الحدث الزخم الذي يأخذه أقل اعتداء على مواطن إسرائيلي؟ أنا سأتكلم عن ما يحدث هنا في الولايات المتحدة فيما يخص هذه الأزمة. نحن لدينا أزمة كبيرة. منذ بالأمس تلقى أحد المراكز الإسلامية رسائل عبر البريد الإلكتروني تقول الموت للمسلمين. أيضا منذ أيام تم الاعتداء على أحد الفلسطينيين في مدينة نيويورك من قبل شخصين. وأيضا رفض أحد أصحاب المنازل في مدينة نيويورك السماح لشخص بالسكن في أو استئجار غرفة لأنه مسلم. هذه الأشياء إنما هي نتاج طبيعي لما شهدناه الأيام الماضية من زخم إعلامي ضد الفلسطينيين واتهامات للفلسطينيين وهجوم وعدم والانحياز التام إلى الموقف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. لذلك هناك مطالبات من المسلمين، وهناك مطالبات من عدد كبير من الجهات بإيضاح الأمر، هناك مطالبات للإعلام بتوضيح الصورة بشكل أكبر، خاصة وهو ما حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد عليه بالأمس في حواره مع 60 دقيقة، وهو ما وصفه مسلمون بأنه متأخر جدا. هذه التصريحات يرون أنها متأخرة جدا، وأنها جاءت بعد هجوم أمريكي وعدم على الفلسطينيين، مما أدرج مشاعر الكثيرين ضد موقف ضد المسلمين في الولايات المتحدة. كانت بداية الأزمة منذ اللحظة الأولى، وهي عندما تم الإشارة إلى أن هذا الحادث يشبه ما حدث في 11 سبتمبر، وهو ما دفع إلى الكثير من المقارنات وتوجيه أصابع الاتهام بشكل أو بآخر، وكأن الولايات المتحدة كانت تريد لإسرائيل أن تتخذ رد فعل مشابه لما تم اتخاذه في 11 سبتمبر، وتم مناقشة ذلك في الكثير من القنوات والصحف في الولايات المتحدة. هذا هو ما شاهدناه الفترة الماضية، وتطالب المراكز الإسلامية والهيئات الإسلامية المسلمين هنا بتقديم بلاغات في حال توجيه، في حال شعروا بأي جرائم كراهية أو إهانات أو تلقي أو وجود اعتداءات أو ما شابه. يحاول المجتمع الأمريكي الدفاع عن مثل هذه المواقف، وهناك الكثير من الأمريكيين من مختلف الديانات والأطياف هم يطالبون بوقف ما يسمونه جرائم الكراهية. هذه المظاهرات، هناك جانب آخر يتم في الجامعات الأمريكية. الجامعات ترسل إلى الطلاب لا تتظاهروا لدعم فلسطين، وتم تهديد أكثر الطلاب في أكثر من جامعة الذين قرروا التظاهر بأنه سيتم فصلهم، وهو ما تم في عدد من الجامعات في محيط واشنطن دي سي العاصمة.
وحتى جامعة هارفارد هناك بعض الطلاب الذين أصدروا بيانا في الأيام الأولى وأدانوا إسرائيل، إلا أن الجامعة أدانت تصرفهم، وبعد ذلك أكد رجال الأعمال ومسؤولي الشركات كبرى أنه لن يتم توظيف هؤلاء الأشخاص. هذا أيضا هناك بعض المنظمات داخل الجامعات تلقت إيميلات تطالبهم بدعم إسرائيل. هذه المواقف إننا تشكل أزمة كبيرة هنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يعرف المواطنون ما هي التوابع، خاصة أن هناك اتصالات كثيرة تلقاتها بعض المنظمات الإسلامية تشير إلى حالة من الريبة والخوف، وهناك إيميلات أرسلتها بعض الجهات وبعض المصالح وبعض الأماكن وبعض الشركات تطالب الموظفين بالحذر وتجنب النقاش في السياسة. غرباء، احنا عايشين غرباء في هذا العالم الظاهر. هل انا ممكن استعير اسم الديوان بتاعك اثقل من جبل يمشي؟ اثقل من جبل يتمشى. كأن الحياة اثقل من جبل يمشي. اولا انا قريته بالمناسبة، يعني وان كانت دي مناسبة اخرى، كان انا قريته واهنيك عليه واشكرك عليه يعني. جدا جدا جدا. ربنا يخليك، شكرا وشرف ليا. لا ده انا اللي اتشرف. هل اقدر اقول انه قضيتنا العربيه بشكل عام او قضايانا العربيه هي تقريبا نفس عنوان الديوان؟ والله يمكن، طبعا يمكن انك انت تسقطه على الوضع الحالي اللي احنا بنعيشه. هي رحله الحقيقه. ما نراه في هذه الأزمة هي محاولات من الجانب الإسرائيلي والجانب الغربي لطرد الفلسطينيين. كل ما يقال خلال الساعات الماضية وخلال الأيام الماضية إنما يشير بشكل كبير إلى أنه يجب السماح للفلسطينيين بوجود ممرات آمنة. لماذا تريد مني أن أغادر أرضي؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يجب أن نجيب عليه. لماذا تحاولون طردهم من أرضهم؟ هذه أرضهم. لماذا تجاهلتم هذه القضية لسنوات؟ طبعا هذه الأزمة إنما تشير إلى غياب العدالة بشكل كبير في العالم، تشير إلى أن الوضع الحالي إنما هو يسمح للقوي بأن يسيطر وأن يفرض آراءه، وهذه هي الأزمة بالنسبة لنا. نحن لدينا نقاط قوة كثيرة، ولدى الدول العربية كما يقول المحللون إن لدى الدول العربية أوراق ضغط كثيرة. لا نعلم إلى أي مدى سيتم استخدام هذه الأوراق، وإلى أي مدى نحن حتى الآن شاهدنا مقتل. طب من ما هستأذنك نوسع دائرة الإجابة مش بس السؤال، يعني بمعنى أنه مش لماذا لا نستخدم، هل نريد استخدامها أصلا أستاذ محمد ولا لا؟ أنا مش بتكلم على مصر. هل نريد مش هنسمي دول، هل نريد؟ الأزمة الحالية الحقيقة هي كاشفة للموقف العالمي الذي ينحاز بشكل كبير إلى الجانب الإسرائيلي دون أي اعتبار لحقوق الإنسان ودون أي اعتبار لحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في سجن مفتوح. في الأيام الماضية قرأت عدة مقالات، منها مقال كتبه شخص يهودي وقال أنا ضد حماس، وهو يعمل في إحدى المؤسسات الكبرى هنا في الولايات المتحدة. قال أنا ضد حماس وأنا يهودي، ولكن قبل حماس لو لم تكن لتكون موجودة. إذا قمنا بحل القضية الفلسطينية، إذا قمنا، وهو تحدث كثيرا عن فكرة أن غزة هي واحدة من أكبر البقع اكتظاظا بالسكان في العالم، وأن هؤلاء المواطنين الذين يعيشون في غزة إنما هم بحاجة إلى حقوقهم كمواطنين، حقوقهم كبشر. هذه هي القضية الأساسية التي يحاول العالم أن يتجاهلها، يحاول أن يتجاهل لماذا حدث ما حدث.
ولا يحاولون الإجابة على هذا السؤال، لأن هذا السؤال إنما يدين دول الكبرى التي تقاعست طوال السنوات الماضية عن محاولة حل القضية الفلسطينية. هناك سيناريوهات كثيرة، لكن بالعودة إلى النقطة الأولى التي كنا نتحدث فيها فيما يخص الأوضاع في الولايات المتحدة بالنسبة للمغتربين والعرب، هناك أيضا نقاط إيجابية. هناك اجتماعات تتم بين العرب، خاصة أنهم قادرون على التأثير في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستقام العام المقبل في ولايات متأرجحة قادرة على حسم مقعد الرئاسة، وخاصة ولايتين ميشيغان وبنسلفانيا. وكانت الأصوات العرب قبل ذلك تذهب بشكل كبير إلى ديمقراطيين. تناقشت مع أحد الأشخاص وقال لي، وهو أحد المسؤولين عن التنسيق، قال لي أصواتنا لن تكون محسومة للديمقراطيين كما كانت في السابق. الفترة الماضية طبعا توقع العرب من أصل أمريكي في الولايات المتحدة أن يكون هناك محاولة لنقاش بشكل عادل وبشكل مختلف عن الأوضاع الحالية، لكن كانت الصدمة وكانت الأزمة فيما شهدناه، وكانت الرغبة في الانتقام من الجانب الإسرائيلي مما أدى إلى مقتل أكثر من 700 طفل وأكثر، وما يقارب حتى الآن، نحن أعتقد أن الأرقام اقتربت من 3,000 شخص تم قتلهم وتم دفن عائلات. المشكلة أن هل يكتب ده أستاذ محمد في الصحافة الأمريكية؟ يعني هل الأرقام من الشهداء الفلسطينيين، المصابين، الأطفال، هل تكتب وتنشر في الصحافة الأمريكية؟ هل تتلى ويشار إليها في الإعلام الأمريكي، يشار إليها كأرقام حقيقية؟ حتى إذا كتبت تكتب في المتن، ولا وحتى إذا ظهرت على التلفاز لا تظهر، ولا تخصص برامج كاملة، ولا تخصص إشارات كاملة. طبعا لا تناقش في الأيام الأخيرة محاولات لإعادة الأمور إلى بعض التعقل. لاحظنا خاصة في بعض القنوات استضافة مسؤولين تحدثوا عن الأزمة، وتحدثوا عن أن غزة هناك انتهاكات في غزة، هناك قتل في غزة، هناك نقص في المياه وفي الكهرباء، وهناك موتى ولا يجد. ولكن يصاحب هذا السؤال ويصاحب هذا الحديث، لماذا لا تفتح ممرات آمنة؟ السؤال ليس فتح ممرات آمنة، السؤال هذه هي أرضهم، لماذا لا تناقشون القضية بشكل حقيقي؟ يعني هذه هي الأزمة الحقيقية في الإعلام هذه الأيام حقيقة، عدم النقاش بموضوعية والانحياز إلى طرف على حساب طرف آخر كامل. حتى إنه عندما نوقش وقيل إن إسرائيل، وعندما قالت منظمات حقوقية إن إسرائيل استخدمت الفسفور الدولي، لم تحاول المؤسسات الإعلامية هنا التأكد من الواقع، وإنما قيل نعم نرجو أن تلتزم إسرائيل بالقوانين الدولية وقوانين الحرب. لم يتتبع أحد هل إسرائيل التزمت بالفعل أم لا، هل إسرائيل استهدفت قتل مدنيين أم لا. كل هذا تم تجاهله تماما هذه المرة، وكأن عمليات القتل التي تتم بسهولة ضد الأطفال الفلسطينيين وضد المواطنين إنما هي عادية. طبعا سمعنا كلمة الرئيس الأمريكي بالأمس، والتي هم هيفضلوا مستمرين في كده. يعني في النهاية أستاذ محمد خليل، أول أشكرك جدا 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 جدا، وهنيك مرة تانية على أثقل من جبل يتمشى. كاتب الصحفي والشاعر الحقيقة محمد البديوي، شاعر رائع بالمناسبة، المتخصص في الشأن الأمريكي.